انا وانتو وكلنا نحب نزيد من دخلنا، وهذا الشيء حتى مشروع شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من الضعيف، يعني الغني احسن من الفقير، وكلهم خير، اثنينهم زينين. ولكن الانسان كل ما يزيد على نفسه بالرفاهيه والخير من رب العالمين، فاما بنعمه ربك فنحدث فيها. ولكن كثير بعدنا يصطدم كيف نزيد دخلنا. طبعا المشاريع التجاريه هي التجاره اللي هي اكثر طريقه سريعه وفيها اكثر نسب النجاح في زياده الدخل. المشكله وين نصطدم فيها؟ العوائق اللي هي في شو نشتغل. قد يكون انسان ما عنده خبره، قد يكون انسان ما عنده راس مال، ما يدري في شو يشتغل، يعني المنتجات. طبعا في عندنا المنافسه شديده. ولكن اليوم يا جماعه موضوع السوشيال ميديا هذه غيرت مفاهيم الحياة. قبل كنا عشان نسوي متجر لازم نشتري بضاعة كبيرة ونشتري أيضا ديكور ومحلات وموظفين وموظفين يشتغلون ومحاسبين وغيرهم. اليوم الأمر تغير يا جماعة، فنستغل السوشيال ميديا. أنا اليوم عرضت عليكم ثلاث مستويات من الأعمال، بنبدأ فيهم أقل واحد اللي هو إن شاء الله بيناسب الكثيرين. هذا المبدأ اللي هو عبارة عن أن نوفر كل مقومات البزنس الناجحة. يعني أنت الحين لو بروحك سويت، أنت بسوي بزنس، تبى تاخذ مثلا موقع تجاري، تبى تاخذ تشتري بضاعة، تحط مسوقين، تحط شركة سوشيال ميديا تسوي لك الفيديوهات، أيضا تبدأ من الصفر الى ان الناس تعرفك وتحصل الثقه في منتجاتك وبعدين تبدا تبيع. في كثير عوامل تحتاج مجهود كبير وايضا مصاريف كثيره. انا اليوم يا جماعه مستعد ان شاء الله باذن الله بالعرض هذا اختصر لكم كل المسافه هذه. اول شيء بفضل رب العالمين نجحت نجاح زين كبير بفضل رب العالمين، وثم جهودكم انتم. طبعا منتجاتي الحمد لله كلها منتجات طبيعيه واثبت نجاحها وتدخل في مشاكل العصر الصحيه. طبعا انا ممكن اوفر لكم التالي: متجر تجاري احترافي، تيم كامل يقوم بالتسويق، تيم كامل يدير العمليه الحسابيه، تيم كامل يقوم بعمليه الاجابه ككول سنتر على العملاء، سواء كان من اخصائيين تغذيه او مسوقين، بالاضافه الى ان بعطيكم بضاعه من عندي. يعني انت مو بحاجه تشتري بضاعه ولا بحاجه تسوق ولا تخاف من التسويق. هذا بالاضافه كله انك انت تدفع فقط 15,000. هذه حقوق الفرنشايز او حقوق بيع المنتجات، وشهريا 4,000. ال 4,000 ما راح اخذها منك شهريا من اول يوم، لا، بعد تحقيق الارباح، بعد ما اثبت لك اني بعت لك وربحت، من ثم اخذ ارباحي. ليش؟ لان الحمد لله اني واثق من بضاعتي وواثق من البيع، وفي عندي الحمد لله قاعده كبيره، انا عارف اني راح احقق ارباح، لذلك ما راح اخذ منك فلوس اللي هي 4,000 شهريه هذه الا بعد ما احقق الارباح. بالطريقه هذه اللي وفر اللي حاول يستثمر 15,000 من بعد شهر او شهرين يبدا يدخل تقريبا ما يقارب بين 7,000 الى 10,000 درهم. نشيل منها 4,000 يتم له منها 6,000 درهم 7,000 درهم تقريبا، وهذه النسبه راح تزيد مع زياده عدد العملاء كل يوم. كل يوم المتجر هذا راح يدخل ناس اكثر، راح يصير في عملاء اكثر، هني راح تزيد. يعني اليوم بعد 6 شهور راح يصير عمليه المدخول اكثر واكثر باذن الله. طبعا مثل ما قلت لكم ما في شيء اسمه مضمون الربح، ولكن المخاطر جدا قليله، وباذن الله راح تكون النتائج جدا مبشره ومبهره.